سطرت الحكومة برنامجا عمليتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر، وتوفير موزع آلي لكل 5000 نسمة، مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع. فضلا عن ذلك سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير 10,000 خدمة تجارية عن طريق الويب.